أنا اسمي مراد، عشت كإنسان سيء سنين طويلة. حياتي كانت مليانة بالأخطاء وما اهتميت لشيء اسمه حقوق الإنسان طول عمري. ومو بس الناس، حتى القطط اللي قدام البيت والشجرات اللي بالحديقة كمان لهم حق علي. المشكلة إني ما كنت منتبه لعدد الناس اللي غلطت معهم هو وأذيتهم وظلمتهم وحملت حقوقهم على ظهري. بس أنا بيوم من الأيام وبجنازة أبي تحديداً تغير كل شيء بحياتي. انفتحت لي باب الرحمة من عند رب العالمين القدير الجبار وصرت إنسان تاني. بهداك اليوم قررت أني أخلص من هالحمل هاد ومن حقوق الناس اللي علي وصلح كل غلط غلطته بحياتي. وهلأ عم بطلب السماح من كل شخص أذيته بزماني. شوفي مدام، شو رأيك بهاي؟ حلو، ما بها شي. في عنا هيك موديلات تشوفون؟ فرجينا هدول. لحظة لحظة طلعهم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. خلينا هدول على جنب لو سمحت، خليها تجربون على جنب. خليك انت معهم. ماشي، أكيد ما بدك أشقوان. لا لا، هالمرة غير. جربي هدول. بس ممكن تشوف لي هالخاتم هاد؟ كتير حلو هالخاتم، ما عاد بقي من هاي الموديلات، مو هيك يا ابني؟ إيه والله ما عاد عملوا منها. والله ما عنا. شو المطلوب؟ بدك تبيعه؟ بس بدك تراعينا. لا لا، بس بدي اياك تنظف لي شوي. تكرم. شو رايك ناخذ؟ بس هلا ما فيني اصلا، انا ماني مستعجل، باخده بعدين. شو ما جاي؟ طيب بيصير، خذ هيك كمان. يلا بخاطر، مع السلامه. ما اتفقتوا على شيء لسه؟ اي والله بيلبقوا مع بعضهم هدول، خذوهم. مرحبا. اهلين مراد. صار لك زمان هون؟ لا ما صار لي زمان جاي. ليش واقف؟ كيفك؟ منيح. انتي منيحه؟ مروه. نعم مراد. يعني انا تعرفيني ما بعرف احكي كتير. انتي بتعرفي الاسعاف الاولي؟ ما الاسعافات الاوليه؟ ايه، يعني اذا بتعطيني جواب سلبي على طلب امبارح. مراد. مروة أرجوك اسمعيني بس شوي. فيك شي؟ ليش هيك صوتك؟ مروة تقبلي تتجوزيني؟ يعني ما جاوبتيني. أنا إيه موافقة.
شو قصدك يعني؟ يعني موافقة على طلبك امبارح. حلو، الله يرضى عليكي. العمى بطل تركز. عم بتقولي موافقة؟ عم تشتري محارم؟ خذ هدول. شكرا عمو. موافقة؟ 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 إذا بدك ما منخبر أهلنا هلأ، يعني منخبرهم شوي شوي، مو أحسن هيك؟ عم تفكر فيهم ولا فينا؟ أنا عم فكر بكل شيء. بتعرفي يعني وين أنا وين أنت؟ مراد مو هيك، أنا وياك ما في فرق بيناتنا بنوب. ما بدي إياك تحكي هيك مرة تانية، لأني وقت عن جد رح أزعل. بس طبعاً لازم تحسن صورتك عند بابا ضروري. أنا عم قلك من هلأ ممكن ما يقتنع مثلي بهالسهولة. رأفت شو عم تعمل هون؟ أول شي عم نلعب شدة، إذا طلع نفس الشي هاتن بربح كل الورق. خدن كلن، أنت اللي ربحت. ما بدي شوفكن عم تلعبوا شدة مرة تانية، عم تفهم علي؟ يلا امشي، أنت كمان روح على بيتك. امشي. إيه؟ ما رح تقول؟ شو صار مبارح؟ نعم بالليل ولا شي. ها؟ شو يعني ولا شي؟ رحت ولا ما رحت؟ لوين؟ وبعدين معك؟ والله في بنت اسمها مروة، بتعرفها شي؟ شوف يا معلم، الزلم لازم يكون عند كلمته، ودين لقمار حبيبي دين شرف. طيب يا أخي. لا لا تمطمي، هيك بتكون عم تاخد درس، فهمت؟ يلا يا أخي، أنا رح أدفع لك قد ما بدك. الموضوع عندي منتهي. لحظة، عم تفهم حبيبي؟ رأفت، أنت منين جبتون؟ شو في يا عمو مراد؟ أنا شو قلت لك؟ ابني؟ شو القصة؟ أنا آسف، أنا فكرت إنه آسف. مراد لوين؟ لا تزعل كل هالقد، ما حدا ضربك على إيدك وقال لك تحط مرتك بالرهان، الحق عليك. أي مو ضروري هالتنفيخ، كان لازم تفكر قبل ما تحكي. فكرت. عم استناك بعد ساعة بالمحل. مبارح ما اجيت، اوعك اليوم تتأخر. ايه، واذا بتخليها تلبس لبس حلو بيكون احسن. جنيد لا تزودها، لا تزودها احسن لك. ما معك الا ساعة زكي، اوعكن تتأخروا. ها يلا اوعكن تتأخروا. اتكرت. مراد؟ السيد نظمي ما طلع من السجن؟ ما بعرف، لما كان بالسجن كأني بتذكر أنه مرته الثانية طلقت منه، بس على الأغلب بعدها قاعدة بنفس البيت اللي كانت فيه. وعنده بنت اسمها أسماء، مزبوط؟ حالتها صعبة كتير هالمسكينة، وضع مو منيح بنوب، بالصيف وبالشتاء عم بتبيع إكسسوارات على بسطة بسوق أيوب. ليش عم تسأل عنهم هلأ؟ مراد
ليش هيك كان حظي اليوم؟ اوه معلم نظمي، اكيد جاي لحتى تاخذ سهرك، بس والله راح من زمان. مو بالبيت؟ اللي وين زكي؟ ما بعرف. تذكرت، لحظة، هو كان رايح لعند جنيد، إذا ماني مخربط بيكون عند جنيد بمحله هلا. بخاطرك معلم، لا تنسى تسلم لي على زكي. ها مراد، أنت بتعرف وين المحل؟ خدني لعنده. زكي مبارح لعب مارشي؟ لعب. على شو لعب؟ على شو راهن؟ والله يا معلم أنا ما بعرف، ليش؟ كان لازم أعرف إنه بده يعمل له شيء لزكي. لك شو عملت؟ لحظة شو غبي؟ ها ليكني هون. تعي عدي. والله مالي عرفانة من وين طلعت هالعزيمة لتكون أخذت راتبك اليوم. لا يا، ليش؟ مين قال لك إني أنا اللي رح أدفع اليوم؟ إيه كيفك اليوم بنتي؟ أنا منيحة بابا، وأنت كيفك؟ على حطيت إيدي. بابا شو القصة؟ ما في شي مهم. أنا حكيت مع فؤاد اليوم الصبح، يعني رجعتهم من الباب وهنن جايين لطلبك، مزعلتهم شوي بس. طيب يا بنتي طيب، رح سكر على الموضوع خلاص ولا يهمني. مروة خلاص بقى يا بنتي، ارفعي راسي، الخطأ اللي صار مو خطأك انتي، خلاص طلعي فيني يا بنتي. يلا خلاص عادي، شوفي في شغلة مهمة لازم نحكي فيها هلا. شوفي بابا. مراد يا بنتي، اسماء تذكرتيني؟ انا مراد، كنا رفقات انا وزكي من زمان. تذكرتك طبعا، ما بقى شفتك بعد ما مات زكي. انا فتت على الحبس بس صار لي فتره طالع. انت كيفك؟ ماشي الحال، عم دبر حالي الحمد لله. يلا بخاطرك، مع السلامة. اسمع، انا اجيت لهون مشان اقلك شغلة. بتتذكري هداك اليوم؟ اليوم اللي مات فيه زكي. ليكن جوا، أسماء معه كمان. يلا عن إذنك زكي. نحن شو عم نساوي هون؟ احكي ليش اجينا لهون. اسكتي. زكي بابا، بابا بابا شو عم تعمل بابا؟ انا ما قلت لك بطل قمار؟ ما قلت لك اوعك تروح على هيك اماكن مره تانية؟ انت ما بتفهم؟ انت كيف بتلعب بشرفي يا حيوان؟ بابا شو عملت؟ ليش عملت هيك؟ زكي 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 زكي. انا اللي اخذت ابوكي لهنيك، بس لو بعرف ما اخذته، لو ما اخذته يمكن ما كان. طيب انت ليش عم تحكي لي؟ بابا اللي بعتك لعندي؟ هو اللي بعتك ما هيك؟ لا والله مو هيك، لا، حتى اني ما بعرف هلا وينه. اذا هيك ليش اجيت؟ مشان تفتح لي جروحي؟ يلا احكي ليش اجيت. انا اجيت مشان اطلب منك السماح. انا قلت لك قبل شوي لو بعرف ما كنت اخذته، بس ما كنت بعرف، والله ما تخيلت، حتى ما بعرف شو ممكن يكون ذنبي بهذا الموقف، بس بدي اياك تسامحيني. ممكن هداك الزلمه قتل جوزي لانه لعب قمار،
هي وحشية بس لأنه لعب قمار. ما عم قول إنه زكي ما غلط، بس مو لدرجة إنه يموت. بالأصل بابا بهداك اليوم ما كان عم يفكر بنوب بنته، بس بكبريائه. مراد لو ما قتله بهداك اليوم كان أكيد بيعملها، بهداك اليوم أو بغيره كان رح يقتله. ما إلك ذنب بنوب، وإذا إلك أنا رح سامحك بحقي. نظمي طلع من السجن أسماء. مروة، أنت متأكدة؟ بنتي لا تفهميني غلط، يعني مفكرة أنه سهل علي أسألك هيك سؤال؟ بس أنا لازم أعرف كل شيء. شوفي، هي أنت شفتي بعيني، احتمال تتخربط كل الأمور. يلا بترجاكي تجاوبيني، أنت متأكدة أنك بدك تتجوزي مراد؟ طيب إذا هيك روحي قولي له يمرق علي مشان نحكي. يا بنتي لا تخافي، ما رح يصير شي، بدنا نحكي ولا يهمك، خليها المرة علي. بس لما تكبري انتي رح تدفعي، وإياكي تقومي قبل ما تخلصي أكلك. اتفقنا؟ اتفقنا. أنا رأيي. أخ نظمي، يا أخ نظمي. مراد، هذا أنت؟ إيه أخي، أخذت العنوان من مرتك. تقصد مرتي القديمة؟ معك حق. أنت شو عم تساوي هون؟ مرتي القديمة طلقتني لما كنت بالسجن، ومو بس هيك أخذت مني كل أملاكي، حتى هالكام قرش نصبوا عليها فيهم لما كنت موقف بالسجن. على كل حال عادي، تركنا من هالحكي. انت قلي شو جاي تعمل؟ انا جاي مشانك، او بمعنى تاني مشاني انا. جيت اطلب السماح منك. يلا بخاطرك وسلم لي كتير على زكي. ها مراد يا حيوان! أنا كان لازم أقول ما دخلني وما أخذك لهنيك، بس لأني أخذت جزدانك وما كان بدي إياك تشك بشي وقتها، قلت خليني أخذك لعند زكي مشان ما تنتبه إني سرقتك. أنا ما بتذكر المبلغ اللي كان موجود، بس أنت قلي وأنا حاضر لأي شي. الشي الوحيد اللي بدي إياه إنك تسامحني. انقلع من غلطتي، عم بقلك انقلع، انت ما فيك شرف. نظمي لا، لحظه نظمي، انت ليش عم تعمل هيك؟ والله بعرف اني غلطان، بس انا مستعد ادفع لك قد ما بدك، واذا ما بدك مصاري شو ما بدك انا بعمل اللي بدك اياه، بس سامحني. تفضل قلي شو ممكن تعمل. فيك ترجع الزمن لورا مشان تسرق كم قرش اخذتني لهنيك؟ رجعني لهداك اليوم. طول بالك شوي، يعني لا تزعل مني، بس مو انا اللي قتلت زكي. مزبوط، انا قتلته، أنا قتلته لأنه داس على شرفي، قتلته مشان ما حدا يعرف. ضليت سنين ساكت مشان ما حدا يعرف، شو استفدت؟ بنتي حتى لو ما كانت بتعرف، بس أنا أنقذتها وهي ما بدها تشوف وشي. اللي كيف فيك ترجع لي بنتي؟ أخي شرف شو؟ ومن شو أنقذتها؟ أنت ما قتلته لزكي لأنه لعب قمار؟ هلأ ما بتفرق، بكفي، إلها من خلقتي. خلاص بقى، شو بالزور بدي سامحك؟ لو دفعت 1,000,000 ليرة ما بسامحك. ليش أنا شو رح أستفيد من المصاري بعد ما خسرت بنتي؟ حتى لو كل الدنيا بتقول عني إني قاتل، ما رح أقول. حقير جوزة حط رهن وخسر بالقمار وقتها، كان رح يدفع الدين بهديك الليلة.
حتى إذا كل الناس بيسامحوني أنا شو بدي استفيد إذا بنتي راح تنفضح؟ ولا شيء. شو علاقة هالشي بالشرف؟ ما فهمت. أكيد في شيء غلط ولازم أعرفه. أهلين مروة. كيفك مراد؟ منيح. هلأ فايت قصة جديدة. ما فيني أقول إلا الله يكون بعونك. مراد بابا بده يحكي معك اليوم. هو بده إياك تروح لعنده على المخفر. شو قال لك؟ عم يستناك قبل ما يخلص الدوام. ليش؟ ما بعرف. شو رأيك؟ رح تروح ما هيك؟ ما في خيار تاني. ماشي يلا باي. مع السلامة. ديري بالك. عن جد الله يكون بعوني. يا رب تساعدني. ساعدني بكل شيء يا ربي. كيف بدي خليه سامحني؟ بنتي حتى لو ما كانت بتعرف بس أنا أنقذتها وهي ما بدها تشوف وشي. اللي فيك ترجع لي بنتي؟ ليش ما عم تفهم علي؟ هذا الزلمة قتل لي جوزي وقتله قدام عيني كمان. لا أنا مستحيل سامحه. أنا كتير آسفة بس أنا ما بدي إياك تعذب حالك على الفاضي. هو السبب بكل اللي عم بيصير. يعني لو ما قتل جوزي أو لو كان زكي عايش لهلأ ما كان رح يصير فيني هيك. قال شو؟ بيضل يقول مسألة شرف. يعني معقول ما بيستحي يحكي على واحد ميت؟ أسماء طيب بلكي في شي ما بتعرفيه؟ ما بعرف. مثلاً أنتوا ليش كنتوا رايحين على محل جنيد؟ ما قال لك شو السبب؟ لا ما قال لي. هو لا حكى لي شي عن هذا جنيد ولا شو بدنا نعمل معه. برأيك هذا الشي ممكن يكون مبرر لبابا؟ طبعاً لا بس مراد أنت شو عم تخبص؟ أخي أنا كنت عم حاول فهمها. خلاص بقى أنا ما قلت لك شي. وأنت ليش جاية؟ بعد كل شي عملته معي شو لسه بقيان بدك تعمل؟ أنا قلت لك ما بدي شوف وشك. خلص طلع من حياتي. أنت بالنسبة إلي ميت. شو بدك يعني أقول لك يا مجرم؟ أنا طالع شباب. بدكم مني شيء؟ الله معك. مع السلامة. سلامتك سيدي. كيفك؟ ماشي الحال. يلا شباب أنا بدي روح. مراد شو عم تعمل هون؟ ما في شي بس اجيت لشوفك. ماشي واذا حدا شافنا؟ انا اسف ما فكرت بهالشي. خلص بشوفك بعدين. لكان لا لحظة انا اسفة كتير بس كنت متلبكة شوي. عن جد يسلموا ايديك. الله يسلمك. كيفك؟ انا منيحة بس انت شكلك مالك منيح. ما في شي. في أب وبنته. يعني القصة إنه ما عم أفهم القصة بالضبط بس إذا البنت بتسامح أبوها أبوها رح يسامحني. ما علينا. دعيلي الله يفرج علي. إن شاء الله. خفت يكون الضابط عاصم اللي عمل فيك هيك. إيه قلي شو حكيت مع بابا؟ مراد؟ والله إني نسيت. يعني ما رحت؟ الله يعلم هلأ شو. بابا الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. ليش واقفة على الباب يا بنتي؟ نسيانة مفتاحي؟ الليلي وينه؟ مروة بتقلي له إنه بكرة المساء يكون عندي. إذا كان هالزلمة عن جد بده يتجوزك بيجي لعندي وإذا ما بيجي لعادي فرجيني وشه مرة تانية.
رأفت، أنا آسف كتير على اللي عملته معك اليوم. ما كان لازم أعمل هيك، بس بدي إياك تفهمني، أنا ما بدي إياك تطلع مثلي بالمستقبل. ليش عمو؟ أصلاً أنا بدي أطلع مثلك. شو؟ بس مثل عمو مراد الجديد، يعني مو القديم. حبيبي، كأنه مراد عم يلهيك وما عم بيخليك تخلص دراسة؟ لا، خلصت دراسة من زمان، بس أنا كنت عم مثل عليه وعامل حالي إنه عم بدرس. صحيح، تذكرت شغلة، بكرة رايحة على السوق، شو رأيك تعطيني الخاتم خليني نظفه؟ شكراً أمي، أنا بوديه. ليش مراد؟ أنا بوديه، ما هو الصايغ على طريقي، بلكي احتجنا الخاتم عن قريب. لا ما في داعي أمي، ليش مستعجلة؟ يعني خلصنا بقى تصطفل. أكيد أنسة الديانة. مراد، في حفل تبرعات رح نعمله بعد يومين، يعني بكرة المساء رح نجتمع من شانه، فيك تبقى مع رأفت وقتها؟ طبعا، بكرة ما عندي شي. بكرة المساء مروة طلعت نسيان شغلة، ما هي؟ نظمي مخبي شغلات كتير عن أسماء، بس شو هي؟ إذا عرفتهم ممكن أقدر صلح بيناتهم، غير هيك مستحيل يسامحني. عمو إذا بدك ممكن ترجع كم شغلة منهم. لا لا، ما بيصير، كلهم لازمين. يا أستاذ فيك تجي تأخذهم بعدين؟ قلت لك لا، أنا أخذهم لبنتي، مريضة وما عم تاكل شيء، لازم أخذهم. لحظة إذا ممكن. مرحبا نظمي، أنا كنت عم دور عليك، مصاريك بقيوا عندي. تفضل. تفضل. شكرا. أهلين أخي. أنت ليش عم تعمل هيك؟ أنت ما عم تعمل شيء مشان أسماء تسامحك. طيب ليش ما بتروح لعنده وبتفهمها على كل شيء؟ أنت ما عندك أولاد، ما هيك؟ طبعا ما عندك. معك حق، لازم أعمل أي شيء مشان بنتي تسامحني، بس ما بدي. أنا اللي بدي إياه إنها تكون منيحة. لك بنتي مريضة يا غبي، تخيل إنها ما عم تاكل لأنه ما معها مصاري. مانك شايف بيتها؟ طلع عليه. لك بنتي مريضة ومو قدرانة تعيش إلا بهيك بيت، حتى لو ما سامحتني بكفي. أسمع، هذا الشيء ما لازم تعرفه، ما رح خلي حدا يحكي على بنتي ولا أي كلمة، فهمتني؟ أنا ما في شيء بدي إلا إياه. شو عم بيصير هون؟ انت اللي جايبهم؟ عم بحكي معك، انت اللي جبتهم؟ مين مفكر حالك لحتى تعطيني صدقة؟ يعني مفكر بدك تنسيني موت جوزي بهالكم لقمة هدول؟ جاوبني يلا. أسماء، أنا كل ما عم شوف وشك عم بتذكر الليلة اللي مات فيها زكي. بعد عني، بعد عني بقى. أسماء، أسماء، شو صار لك؟ شيل ايدك الوسخين عني. قومي. انت شو بتقرا بلا الآنسة؟ انا معرفة قديمة. عايش بهالبيت؟ ايه والله. ما بكفي انها ما عم تتغذى منيح، مو بس هيك، كمان عايشة لحالها بهالبيت البارد وطول الشتوية، الرئتين عندها تعبانين، هيك ما بيصير. لازم شي حدا من قرايبينا ياخدها ويدير باله عليها، ما رح تقدر تعيش بهالبيت.
شكرا كثير. عفوا. مروة، بعرف انك مشغولة كثير. شو هالحكي مراد؟ اصلا هي شغلتي. يعني الحمد لله الدكتور كان فاضي. خلص بشوفك. اه المسا رح تجي ما هيك؟ سمعته لبابا، ما بدي اياك تحرجني معه. ايه رح اجي ان شاء الله. خلص وعد. عم اقول لك وعد. طيب طيب. لوين راح الزلمة؟ وبعدين معك؟ آيتن اسمعيني، إذا ناوي تطلب الذهبات مرة تانية لا تعذب حالك. بنتي مريضة يا آيتن، بس افهميني، ما عم اطلبهم من شاني. أخذت كل شي بعد الطلاق وأنا ما حكيتك شي. لك أنت ما بتفهم؟ مزبوط أنا ماني إما، بس كمان عندي ضمير. أنا زعلانة على وضعها كتير، بس بصراحة هي بيضل عندها أب وأنا مالي حدا. إذا صار معي شي شو بده يصير؟ يعني بس فكر. إيه طيب اعتبريهن دين وراح رجع لك ياهن. طيب شو رأيك أعطيني بس صندوق الذهب بكفيني؟ والله أنك جنيت. لك حتى أنت مانك نسيان صندوق الذهب؟ هدول الذهبات إلي. خلصنا. لك حاجة بقى لا تلحقني. طيب بنتي مريضة كتير، يمكن أخسرها. أسماء مريضة كتير، مريضة. آيتن. لك إذا ما باخد صندوق الذهب كل شي معه، والله ما بكون أنا نصبي يا تافه. مشان بنتي. وعليكم السلام. نعم. لا تأخذني عمي، كنت شارد بشغلة. مراد؟ نسيت خبرك انه سونا سألت عنك. مراد اسمعني شوي. شو في سونا؟ شو اللي بدك اياه؟ بدي اشتغل، بدي ارجع على الفرن، شغلوني. انت اللي ما عم تيجي لهون وما عم ترضي تروحي. بس انا ما عم خسرك مصاري. طيب خدي مصاري ولا عاد تيجي بنوب. خدي. هيك ما بصير. انا بدي ارجع اشتغل لاني كنت مبسوطه هون. اسمعوني شوي. نظمي شوفي، انا مستعد اني سامحك بس بشرط نحكي برا. شوف البيت، اذا جبت الصندوق من جوا بوعدك اني سامحك على كل شيء عملته. مستحيل، انا ماني حرامي. ليش لما اخذت الجزدان مني ما كنت حرامي؟ على كل حال عادي. لحظه انا اسف، بس هي الشغلة ما اسمها سرقة، الصندوق إلي وفي كتير شغلات خاصة فيني، شوية صور وأوراق. هالصندوق كتير بيلزمني، وأصلاً أنا بدي إياه لأنه بيلزم أسماء وراح يفيدها كتير ويمكن تطيب من المرض. قلي شو رأيك؟ حتى آيتين ما بتعرف شو اللي موجود بقلب الصندوق. وليش ما عم تعطيك إياه؟ عناد، مو أكتر من هيك، هي بس بدها تأذيني وتضايقني. ما بتعرف هدول النسوان؟ أصلاً عندي وحدة منهم، سونا، بس الله يخليك، لا تطلب مني هالشي. كيف بدك يعني فوت على بيتها؟ لك حتى هذا مو بيتها، هذا بيتي. هي المسا رايحة تتعشى عند رفيقتها، كل أسبوع بتروح. اليوم المسا مننهي المسألة. المسا رح تجي ما هيك؟ سمعته لبابا، ما بدي اياك تحرجني معه؟ ايه رح اجي ان شاء الله. مستحيل اليوم، اليوم بالذات لا. مراد، لك عم اقول لك اني رح سامحك، من امتى وانت بدك هذا الشيء؟ يعطيك العافية ست مروة. شو بابا جاي على بكير؟ شو بدنا نساوي؟ المسا عنا ضيف عليه القيمة. طيب خلاص لا تزعلي، كنت عم بمزح. يلا أنا رايح مشان غير أوعي. لا تنسى تخبي سلاحك بمكان آمن. يا الله. مراد، لك عم قلك أني رح سامحك، من إمتى وإنت بدك هذا الشيء؟ اليوم المسا لازم ننهي المسألة. ما بدي اياك تحرجني معه. طيب انا شو اعمل هلا؟ شو هاليوم هاد يا الله، كله اجى مع بعضه.
أهلين، منيح يلي إجيت، أنا طالعة بعد شوي. مراد، أنت بهاليومين مو على بعضك، أنا اشتقت لك بس أنت ما عاد عم تحكي معي مثل أول. لا تحكي هيك أمي، والله ما في شي. مثل ما بدك. خلص لما برجع بشوفك. إن شاء الله، أنا بفتح. نظمي، شو اللي جابك لهون؟ رح تجي مو هيك؟ قلت لك لا تطلب مني هيك شي. مراد، معقول اطلب منك شغلة سيئة؟ طيب فكر شوي بالموضوع. بدي اسألك إذا كان في هيك صندوق بينك وبين سونا، بتفكر بنفس الطريقة؟ سيد نظمي، أهلا وسهلا. أهلين فيك يا ست ملك. مراد، ما في شي أمي، خلص لا تقلقي. طيب يا ابني، أنا بستأذن. شو قلت؟ بدك تجي؟ الله يرضى عليك، كتبت لك الساعة والعنوان. بس أنا بعرف البيت، وقلت لي أمتى بتطلع. لكان رح لاقيك هنيك. بشوفك هنيك، لا تتأخر. أهلين مراد. مروة، لا تسأليني ليش، بس ما رح أقدر إجي اليوم. مروة، خلص بحكي معك بعدين. مروة، شو يا بنتي ليش عم يتصل؟ بابا، مراد ما رح يجي، قال بيعتذر كتير. رأفت، يا الله كيف نسيت؟ وين بدي خليه هلأ؟ وين بدي خليه؟ اي كيف حتى صار؟ اي والله ما عرفتك وعم تطلب مني خدمة؟ لك انت ما قبلت ترجعني، شو اللي صار؟ اي طيب فهمنا، خلص فهمنا. خدي هدول، خدي خدي. شو هاد؟ هدول ما بيجيبوا لي علكة. سونا إذا ما عجبوكي هاتيهم. اطول بالك، التلفزيون شغال وما دخلني بالولد، شو ما بده يعمل؟ بس يعني ما بدك تقلي وين رايح؟ يا الله، فوتي لجوا فوتي. والله أنك راكد ورا شغلي، بس شو هي؟ منيح اللي اجيت على الوقت، ليك طلعت. يلا، وإذا مسكت شو بدك؟ خلاص لا تخاف، أصلاً أنت ما عم تسرق. قبل ما أنسى، راح تلاقي الصندوق بغرفة النوم بالخزانة. عندي شرط بالأول، بعد ما أرجع بتخبرني ليش قتلت زكي. استناني. عمو مراد كان زعلان كتير، امبارح ما كان في شي، بس اليوم شو صار ما بعرف، مع انه لازم يكون مبسوط كتير لانه اليوم كان لازم يروح على بيت خالة مروة، بس ما قدرنا نروح، حتى اني كنت عم فكر روح معه
ماما ملك مو هون. يا ربي. بس لما اجى نظمي لهون عم انجبر انه يروح معه مشوار. يا شمال هاد نظمي؟ والله طلع في حدا اهم من الست مروة. انا كمان هيك عم فكر. بس عمو مراد ما قال لماما ملك هالشي. اكيد في شي مصيبة رح تصير. طيب قلي ما بتعرف لوين راحوا؟ عمو مراد وين راح؟ ما بعرف. كب الورقة اللي مكتوب عليها عنوان بزبالة. قوم يلا قوم معي لك امشي. يلا. أمو مراد صحى. بنتي شوفي مبارح صارت حادثة سرقة والجيران سمعانين حدا عم بيصرخ باسم مراد. الشباب مانهم متأكدين بس الأوصاف عم تتطابق مع أوصاف مراد. بابا يالنس. انت أكيد عم تمزح. شو بدك؟ شو ما بدنا نحكي عن مبارح بالليل؟ ما رح نحكي لأنه ما في شي. وأنا هيك قلت أصلا. تمام. بس بتعرف في تمن للسكوت مو هيك؟ بس نحنا كمان رح ناخد بصماته. بدك تخبرني بنتيجة البصمات أول ما تطلع. أمرك سيدي. بدي أسألك لو سمحت، أنتوا بتعطوا مصاري للي بخبركم؟ عم نعطي على الإخباريات عن العمليات الإرهابية يا أنسة. طيب هاي ما بتعتبر عملية إرهابية. وينو؟ مين؟ نظمي شليك وينو؟ بالغرفة ستة. طلع قرار بالقبض على مراد يالنس. تعال لشوف.